ثالث، فدول العالم الثالث الحقيقة لها حسابات أخرى في البنوك العالمية ومنها البنك الفدرالي الأمريكي. أنا أعتقد أن واحدة من أهم قواعد السيادة في العراق أن يباع النفط العراقي ويحول إلى البنك المركزي العراقي مباشرة. يعني هذه الخطوة إن تمت ستكون هناك سيادة اقتصادية للعراق. العراق الآن لا يمتلك سيادة، العراق الآن ليس فقط محتل عسكريا بل محتل حتى اقتصاديا من قبل البنك الفدرالي الأمريكي. البنك الفدرالي الأمريكي عندما تحول الأموال النفط إليه وتحول إلى العراق فهناك رقابة مالية قوية الحقيقة لا تصب في مصلحة الشعب العراقي، بل هناك تقنين وهناك يعني خلينا نسميها فلترة اقتصادية من قبل أمريكا على العراق. ونرى أن السفيرة الأمريكية عندما تتحدث بشؤون ارتفاع الدينار بالعراق فهذا تدخل كبير في سياسة العراق الاقتصادية والاجتماعية. اليوم ما يمر به العراق من انعطافة اقتصادية كبيرة هي لا تقل خطورة عن الانعطافة السياسية والانعطافة الأمنية الخطيرة التي مر بها في عام 2014.